الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من هنا العاصمه. قبل ما ابدا في اخبارنا وفي دعوه حضراتكم للاستمتاع ومتابعه حواراتنا الرئيسيه النهارده اليوم العالمي للتسامح. العالم كله بيحتفل يوم 16 نوفمبر باليوم العالمي للتسامح، اللي الامم المتحده يعني كانت واخده قرار بعد سنه 95 لما قررت انه يكون ده عام للاحتفاء بالقيم والثقافات اللي بتحترم الاخر ونبذ مظاهر التعصب والكراهيه والتمييز، انه يكون 16 نوفمبر هو احترام كل الناس بمعتقداتها وتقاليدها المختلفه والابتعاد عن الغضب والآثار السلبية اللي ممكن يعني تقع على أي شخص نتيجة تصرفات فيها عصبية وفيها عدم أخلاق وفيها تطرف وفيها تشدد من آخرين. النهاردة بقى يعني ده الكلام اللي على اليوم العالمي للتسامح. اللي أحب أقوله لحضراتكم يعني بمناسبة هذا اليوم، إنه إحنا عندنا للأسف الشديد في مجتمعنا التعصب اللي بنتكلم عنه ده، عندنا ما هو أبعد عن الأديان. الأديان كلها بتتفق على التسامح وعلى الجمال في التعامل وعلى القيم وعلى السلوكيات الجميلة اللي المفروض كل المجتمعات تكون بتتسم بيها، ومجتمعنا المصري كان من أكتر المجتمعات اللي يتصف بالعادات الحلوة والشهامة والشجاعة والأدب ومساعدة الكبير واحترام الآخر بكل الثقافات بكل الاختلافات. النهارده ده يعني وقت مناسب ان احنا نجدد الدعوه وندعم انه يعني نحافظ ونتمسك على هذه القيم. للاسف بنشوف كده ساعات فيديوهات وهي ليست الاولى من نوعها فيها تنمر، وده شيء غريب برضو ودخيل على مجتمعنا. في فيديو مثلا منتشر النهارده او من امبارح تقريبا، في تنمر من 2 شباب على شخص لا حول له ولا قوه، ماشي كده في حاله، هم قرروا ان هم يضايقوه، قرروا ان هم ينتقدوه، وده مش أول مرة نشوفه، وبتحصل طبعا إجراءات قانونية على الفور تجاه هذه الأشخاص، لأنه ده فساد، ده تطرف بالمناسبة، ده إرهاب. هو الإرهاب في إنك تخوف وترعب وتقطع الطريق على آخرين وهم آمنين إلى آخره، طبعا بأشكاله وأوجهه المختلفة، وده نوع من أنواع أسلحة التطرف اللي هو يعني عدم حفظ المساحة للغير في إنه يمارس حياته بشكل طبيعي، انه يكون له ثقافاته، يكون له معتقداته الى اخره. يوم مهم، بتصور انها فرصة كبيرة قوي ونافذة كده نطل منها كلنا على مشاكلنا، وازاي ممكن يعني سريعا كده نلاقي لها حلول، وناخد لحظة كده وننتبه ان احنا ممكن يكون عندنا بعض يعني المواقف السلبية مع الاخرين. مفيش وقت نحل المواقف دي ونحافظ على علاقاتنا بالجيران وبالصحاب وبالأهل وبالأسرة، الأم والأب، الإخوات، ما نقطعش نصل الرحم. ده اللي المفروض ان احنا نؤدي في هذه الايام، خاصة واحنا بنختتم عام نراجع في انفسنا، نشوف في نهاية هذا العام احنا ضايقنا مين، مشاكلنا كانت ايه. يعني لازم يبقى في وقفة مع النفس، وطول الوقت لازم نحاول ان احنا نتسامح قدر المستطاع. فقرتنا اول فقرة مهمة جدا لانها بتتكلم عن الاسعار. الاسعار دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، لاننا بنشتري الاكل، بنشتري اللبس، ما بنسمع ان في تخفيضات، بنبتدي نبلغ بعض، بنونس بعض كده بالرأي، نروح فين، المكان ده كويس، المكان ده فعلا مقدم عروض حلوة هنستفيد منها الى اخره. طيب بعيدا بقى عن العروض اللي بنسمعها الايام دي ومع نهاية كل سنة بتبقى موجودة وبداية كل سنة كمان، كل سنة وحضراتكم طيبين، بيكون في حالة بقى في التوقيت المهم ده اللي مشحون بالعروض التجارية واختلافات في الأسعار وقوة شرائية كبيرة، يعني الناس بتنزل تتجه للأسواق، ملابس، أغذية، أجهزة إلكترونية، كل واحد على حسب احتياجاته، بيكون في رقابة، بيكون في انضباط، بيكون في نظرة قوية من المسؤولين على التجار اللي ممكن يستغلوا الموقف ويستغلوا الظرف ده ويشوفوا انه هيساعد في انهم ينجحوا في انهم يحققوا ربحية اكتر. ما بنعممش في الكلام، البعض جشع التجار. علشان كده النهاردة عندنا
فقره مهمه جدا مع الدكتور ابراهيم عشوائي، مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز التجاره الداخليه. هيتكلم عن انخفاض الاسعار، توفير معروضات مناسبه من السلع في الاسواق، جهود وزاره التموين وجهاز التجاره الداخليه في توفير السلع والاغذيه بشكل كويس للناس. الاغذيه يمكن علشان هي السلع الاهم ودايما ليها المقام الاول وكل الاحترام، علشان كده ليها مساحتها كمان النهارده في حوارنا، لانه كمان اي خطا فيها، اي منتج صلاحيته مش سليمه، كل ده بيبقى له انعكاس على الصحة العامة على الفور. ولذلك مهم جدا ان احنا النهاردة نتكلم عن هذا الملف، ونشوف ازاي وزارة التموين واخدة احتياطاتها بالكامل في هذه الايام تحديدا، علشان يكون في انضباط في المعادلة، معادلة المعروض والطلب. تاني حوار معانا هنستكمل ما يفعله اردوغان في كل وقت كده، كل ما يبقى فيه هدوء اردوغان بيشوف ازاي يستفز الاخر، لانه عنده اجندته الخاصه. الاستفزاز مش لله، هو عنده اهدافه وعنده ما يريد ان يحققه ومكاسب عايز ينال منها حتى لو هي مش خاصه بدولته، عنده اطماعه، عنده هوس الخلافه. بالتالي الأجندة دي لتحقيقها دايما في مواقف من أردوغان الرئيس التركي. النهاردة هنتكلم عن تصديره لعناصر داعش التنظيم الإرهابي لبلدانهم، زي ما قال حتى لو بلدانهم رفضتهم هيوديهم لبلدانهم، وقال انه، وده تصريح يعني من الجهات التركية، انه الجهات السياسية التركية، انه تركيا ليست فندقا لعناصر داعش، وبالتالي هي لازم تروح بلادها هذه العناصر وهم يتصرفوا معاها، هو ما عندوش استعداد لاستقبالهم اكتر من كده. ده ملف اخر بيهدد اردوغان بيه الاتحاد الاوروبي، بعد ما الاتحاد الاوروبي اخذ موقف صريح وواضح تجاه افعال اردوغان اللي كلها ضد الانسانيه في الشمال السوري، وكان الموقف خاص بعدم تصدير الاسلحه ليه مره اخرى، المعدات العسكريه، عدم التعامل معاه في هذا الملف اساسا، لانه طبعا بيستخدمها استخدام يعني لا علاقه له بالعقل، وده شفناه بوضوح طبعا في سوريا. فالنهارده الملف ده هيكون معانا، لانه طبعا في النهايه ده قلق لا مفر منه، وجود عناصر داعش خارج السجون بالتاكيد محتاج ان احنا نتحدث كده فيه. برحب طبعا في هذه الفقره بالاستاذ اسامه عبد العزيز الكاتب الصحفي المتخصص في الشان التركي، ودايما عنده يعني قراءه في التطورات الاخيره بالنسبه لقرارات اردوغان. هبدأ مع حضراتكم أول أخبارنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر التطورات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب. وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد في مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية وللتقدم الاقتصادي. السيد الرئيس وجه أيضا بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة، وهذا على منافذ البيع بالكامل، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية. وده حوارنا النهاردة الأول في حلقتنا. السيد الرئيس يولي ايضا هذا الموضوع اهميه كبيره، لانه زي ما قلت كده لحضراتكم في المقدمه، الايام دي بتشهد قوه شرائيه كثيره، الايام دي بتشهد الكثير من المعروضات، سلع مهمه بتتاح الان في الاسواق على كافه المنتجات واختلافها، وطبعا يعني هنا ممكن نلاقي ممارسات احتكاريه من التجار، ممكن نلاقي عمليه توظيف لهذا الاستهلاك الكبير، والناس اللي بتيجي بأعداد للشراء وهذا الإقبال نلاقي للأسف أنه بيتم استغلالهم. فحوارنا الأول يعني متسق تماما مع هذه التصريحات اللي ذكرناها لحضراتكم اللي تناولها هذا الاجتماع.
الرئيس السيسي استقبل اليوم وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وده كان برئاسة الدكتور نيكولاي استيدور رئيس الجامعة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة رومانيا شهر يونيو الماضي، وقامت جامعة بوخارست بمنح السيد الرئيس في ذلك الوقت الدكتوراه الفخرية خلال الزيارة. أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية استمرار التنسيق ما بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في الاتحاد الأوروبي. وصل السيد الرئيس يصل عفوا غدا إلى العاصمة الألمانية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا اللي أطلقتها الرئاسة الألمانية سنة 2017، وده على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وبيجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء. الخارجية الألمانية أكدت على أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي ما بين الدول الأفريقية وما بين دول مجموعة العشرين من خلال الإعلان عن مشروعات. المشروعات دي هتساهم في تنمية القارة السمراء والتعامل معها بشكل أكثر إنصافا، بشكل أكثر قوة في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في المجال الصحي، في المجال التعليمي. بالتالي كل ده بينعكس على الدول الأفريقية. من المقرر انه السيد الرئيس خلال هذه الزياره الى المانيا سيعقد سلسله من اللقاءات الهامه على هامش الزياره اللي هي اللقاءات الثنائيه، وهيكون في قمه مصريه المانيه مع المستشاره انجلا ميركل الى جانب عدد من القاده ورؤساء المنظمات الدوليه اللي بيشاركوا في القمه. بتشهد الزياره التوقيع على اتفاقيه بقيمه 154 مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده وحمايه البيئه واقتصاديات النفايات الصلبه والتعليم الفني. زياره هامه الزيارة لألمانيا لأنه طبعا ألمانيا شريك أيضا لمصر في استثمارات، في اتفاقيات خاصة بالتجارة، خاصة بالصناعة. بالتالي في هذه الزيارة بالتأكيد هناك ما سيجعل من هذه الاتفاقيات يعني تأخذ مساحة أوسع وأكبر في تنفيذها، في تطبيقها، وكذلك في التيسير على المستثمر الأجنبي في وجوده في مصر، خاصة مع وجود المناخ الإيجابي الاقتصادي اللي بتدعمه مصر بقوة داخل مصر لجذب المستثمر الأجنبي والتيسير أيضا على المستثمر المحلي، لأنه وجود المستثمر المحلي في جو يعني جيد للإنتاج ده في حد ذاته عنصر هام للمستثمر الأجنبي وعملية جذبه. إذن زيارة السيد الرئيس إلى ألمانيا فيها الكثير من الملفات المطروحة، فيها الكثير من القضايا والتحديات أيضا التي تشهدها المنطقة، بالتأكيد ستكون موجودة في القمة المصرية الألمانية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وهنتابعها مع حضراتكم أولا بأول فور وصول الرئيس إلى العاصمة الألمانية برلين. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم النهاردة غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى المقررة خلال الفترة من 14 ل 17 ديسمبر في شرم الشيخ، على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة اللي بينظمها المنتدى على مدار العام. كانت إدارة المنتدى مدت فترة التسجيل لخمسة أيام إضافية نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني. وشهدت مرحلة التسجيل النسخة الثالثة من المنتدى شهدت الإقبال الكبير في أعداد اللي سجلوا لحضور المنتدى السنة دي مقارنة بالسنة الماضية. وصل عدد اللي بيشاركوا في عملية التسجيل السنة دي ل 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم، مقارنة بالعام الماضي اللي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة. أهلا بكل ضيوفنا في هذا المنتدى من مختلف أنحاء العالم، هيكونوا موجودين وأيضا هيكونوا بالتأكيد لديهم الكثير من الأمور اللي بيطرحوها الخاصة بمجتمعاتهم، بأوطانهم، بثقافاتهم. هتكون هناك أكيد نقاشات وحوارات كثيرة، محتاجين أن احنا يعني نتكامل مع بعضنا البعض من خلال هذه الجلسات اللي بيتاحها هذا المنتدى لسماع أيضا التحديات اللي بتواجه هذه المجتمعات. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف 372 توصية خاصة بجلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر
بيمثلوا 5 موضوعات رئيسية. تكررت التوصيات في أكتر من موضوع، وده معناه اعتراف ضمني من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن سجل حقوق الإنسان في مصر بيشهد تطور كبير، خاصة وأن وفد مصر الرسمي والممثل لمصر لم يبدي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، وأقر أمام المجلس بأنه سيعطي لنفسه الفرصة لدراسة التوصيات بشكل متأني، وستبدي الحكومة رأيها في موعد آخره فبراير القادم إن شاء الله. مصر سبق وقدمت التقرير الخاص بها يوم 13 نوفمبر، ومن أصل 136 دولة قدمت توصياتها هناك 39 دولة انتقدت فيها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، أعربت باقي الدول واللي هم 97 دولة تقديرهم لجهود الحكومة وطلبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات اللي بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. أما ما أثير بشأن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أنه الوفاة كانت داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم بالكامل، أمام الوكالات الإعلامية العالمية، ومع ذلك فإن النيابة العامة المصرية بتحقق في ملابسات الوفاة واستمعت للشهود وطالبت بتقارير فنية من الجهات المختصة، وأكد أن النيابة سوف تعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها، وأضاف أن مقررة الأمم المتحدة خالفت قواعد العمل وأرسلت مذكرة للسلطات المصرية بتطلب فيها معلومات عن ظروف وفاة مرسي متضمنة المدة الخاصة بالرد وهي 60 يوم، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة، وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة اللي هي 60 يوم للرد عليها. وأكد الوزير أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه، ولكن لعدم احترامه للقانون للتجاوز في الدستور والقانون، والاثنين بيتيحوا حق التجمع السلمي وبيتيحوا التظاهر بل وبيقدم لهم الحماية كمان، لكن في سياق القانون، لأنه في ناس تانية عايشة رايحة شغلها رايحة يعني تقضي مصالحها، ومش متاح أنه مظاهرة أو اعتصام أو أي اعتراض في الشارع يتجاوز حق هؤلاء احترام حرية الآخر. وبالتالي هنا كان يعني تصريحات الوزير عمر مروان بأنه البعض يخالف القانون ولا يحترم، وهذا ما يعني مؤكدا أن الدولة لا تطالبهم إلا باحترام القانون، بمعنى لا تطالب المتظاهرين أو المعتصمين إلا فقط باحترام القانون، لكن التعبير عن رأيهم ده متاح ولا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن في إطار قانوني زينا زي أي دولة محترمة، دولة فيها قوانين يجب أن يتم الالتزام بها علشان كلنا يعني نقدر أن احنا نعيش بالثقافات المختلفة وبالآراء المختلفة. بكرة إن شاء الله هيبدأ التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية اللي أعلنت عنها وزارة الصحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في شهر يوليو الماضي. دي المنصة الإلكترونية المصرية اللي بتنظم رحلات العمرة. إنشاء بوابة العمرة جاء بقرار من رئيس الوزراء في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. كانت وزارة السياحة اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441 هجريا، وده كان بشكل مبكر السنة دي، وتم نشر الضوابط بالوقائع المصرية في 6 أغسطس 2019. وزارة السياحة أكدت على أهمية بوابة العمرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي الإلكترونية، لأنه دي بتقدم المعلومات بشكل مختلف من خلال ميكنة إجراءات العمرة، والبوابة هتحقق الإشراف والمتابعة السليمة الدقيقة المطلوبة لموسم العمرة كله، وإزاي التسهيلات بتقدم لإنجاح هذا الموسم في إطار أيضا السياحة. يعني بالتأكيد هي بوابة مهمة جديدة مختلفة، التعامل كمان عايزين نشوف هيبقى شكله ايه مع الناس، الناس هتقبلها ازاي، الناس هتتفاعل معاها ازاي، لانه نجاح اي شيء فيه جمهور الجمهور نفسه. هنشوف موضوع البوابة ده ان شاء الله مع حضراتكم بكرة.
هنشوف ازاي البوابة دي بتقدم لينا اجراءات ميسرة، وازاي ممكن نستفيد بما يتم من خلالها. صورة البوابة معانا، وطبعا واضح انه بيطلب من حضرتك جواز السفر، الرقم القومي، وفي بقى استعلام عن بعض المعلومات. هنشوف ان شاء الله، ولينك للويب سايت معانا على الهوا دلوقتي اللي بيسمعنا يعني وعايز يتعرف اكتر وبيشوفنا، يعني هيشوف معانا بوابة العمرة المصرية واللينك الخاص بيها على الهواء. بوعد حضراتكم ان شاء الله هتكون معانا تفاصيل اكتر، لانه انا عارفه ان الموضوع ده مهم جدا، من اكتر الجنسيات اللي موجوده يعني هناك ونسبتها عاليه طبعا المصريين، وبالتالي ان شاء الله ده هيكون حوار معانا هناخد فيه معلومات كبيره، ازاي ممكن حضراتكم تتفاعلوا مع هذه البوابه وتسالوا عن اللي انتم عايزينه، وازاي ممكن ان انتم يعني تحجزوا وان شاء الله تكونوا يعني من اللي ليهم نصيب في زياره البيت الحرام واداء العمره باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. في إطار تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهي باقة On Time Sports، وتنطلق مع بداية عام 2020. وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات On Sport والتي تم إطلاقها في نهاية 2016 وحققت النجاح الكبير كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر، وقناة تايم سبورت الفضائية واللي حققت نجاحا رائعا أيضا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية ل 2019. الخطوة دي بهدف تقديم محتوى أفضل متطور على الشاشات الرياضية المصرية، وده يعني بيأتي في إطار تقديم الأفضل للمشاهد، وخاصة مشاهد الكرة، المشاهد اللي بيتابع الرياضة. في هذا الإطار قال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية إن قنوات On Time Sports ستعمل على أن تكون فيها التطور لما تم بناؤه من قبل، ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والمشاهد العربي. أشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها، وأكد اعتزاز المجلس بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلان رياضي مميز وبالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري. وذكر أيضا أنه الوقت قد حان لمتابعة هذه الأحداث الرياضية الهامة على الشاشات المصرية. كل التوفيق في هذه الخطوات الإعلامية القادمة. مهرجان القاهرة الدولي من أجمل المهرجانات، المهرجان الرائد في المنطقة، من أكبر المهرجانات. إدارة مهرجان القاهرة الدولي أعلنت عن طرح تذاكر الدورة 41 للمهرجان اللي هتنطلق يوم 20 ومستمرة ليوم 29 نوفمبر، وقالت إنه التذاكر هتكون متاحة أونلاين للجماهير من خلال موقع تذكرتي، وستكون متاحة بدار الأوبرا المصرية بداية من 19 نوفمبر الحالي، و هيكون في أيضا تذاكر موجودة في الفترة القادمة في سينما الزمالك وكريم بداية من 21 نوفمبر. من المقرر أنه هيشارك في الدورة دي 150 فيلم بيمثلوا 63 دولة. إدارة المهرجان قررت أنه أيام المهرجان كلها الأيام التسعة هتكون متاحة للجماهير يتابعوا كل الأعمال السينمائية اللي هتكون مطروحة من كل دول العالم. وجاء اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لشركة تذكرتي لعرض تذاكر حضور الأفلام بعد النجاح اللي حققته تذكرتي في مجال الرياضة بشكل طبعا يعني هام، كان ليها دور كبير في نجاح يعني البطولة اللي اتقدمت، البطولتين اللي اتقدموا كانت تذكرتي ليها نصيب ومساحة في انها تحقق عملية التنظيم للجمهور وعملية الحضور. وطبعا بطولة أمم أفريقيا للكبار والشباب في مصر هي طبعا البطولتين اللي بتحدث عنهم. وعلى المستوى الفني ظهر برضو دور تذكرتي في تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات، وبالتالي النهاردة احنا بنتكلم عن نجاح آخر إن شاء الله تذكرتي هتقدمه في واحدة من أهم المهرجانات على الإطلاق، ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية بالكامل، مهرجان القاهرة
السينمائي. خلينا نتابع هذا الفيديو. مهرجان القاهرة السينمائي سعيدة جدا بفعالياته اللي هتبدأ. مهرجان القاهرة السينمائي دائما يعني بيفتح الأبواب لثقافات فنية مختلفة متعددة، بيطرح الأعمال الروائية الطويلة القصيرة والتسجيلية، أسماء لامعة وكبيرة في مجال الفن كانت هي اللي بترأس هذا المهرجان، والمشوار لازال يعني بيستكمله الأجيال. كل التقدير للأستاذ محمد حفظي في الدورة القادمة للمهرجان وإن شاء الله من نجاح لنجاح. يعد مشروع بشائر الخير هو أكبر مشروع قومي تم إنشاؤه في اسكندرية مؤخرا في مجال تطوير العشوائيات، وبعد النجاح الكبير اللي حققته مدينة بشائر الخير 1 و2 واللي قدمت النموذج اللي بيحتذى به في تطوير المناطق العشوائية ليس فقط في اسكندرية بل في محافظات مصر، بتواصل الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية أعمال المشروع بإنشاء بشائر الخير 3 و5، وبيتم إنشاء بشائر الخير 4 في محافظة البحيرة علشان يكون مشروع قومي متكامل تم إنجازه في فترة قليلة لا تتعدى 2 أو 3. خلينا نشوف هذا التقرير وأهم ملامح هذا المشروع وألقاكم بعد الفاصل. وأول حوار بدعو حضراتكم أنكم تشاركونا صفحتنا مع حضراتكم لو عندكم أي سؤال عن الأسعار وعن ضبط الأسواق ومجهودات وزارة التموين، وإزاي ممكن حضراتكم كمان يبقى لكم دور في هذه العملية الانضباطية للأسواق. خليكم معنا. غير آدمية كان يعيش فيها سكان منطقة غيط العنب بالأسكندرية هنا، لكن تلك الحياة تغيرت بعدما أقامت لهم القيادة المصرية معيشة آمنة حيث يعيش فيها المواطن المصري معززا كريما. أنا بقالي 30 سنة في منطقة غيط العنب، يعني معظم البيوت في غيط العنب وكرميز معظمها متهالكة، البيوت معظمها قديمة، في ناس كتير فرح منطقة وفيها تطوير، كفاية فيها نادي، فيها مستشفى، جامع يسع لألف فرد ناس بتصلي فيها. الناس ساكنة في شارع ضيق، ما هي طبعا شارع واسع وشقة أكبر ونظافة يعني. وعندنا هنا البكيات وبتاع خضار وفرن وسوبر ماركت كله. يعني دلوقتي كنا بننزلوا نغرب توك توك وبننزل راح جاي نغرب في الوسط، دلوقتي ما بننزلش نجيب حاجه من السوق، كله من عندنا من هنا. هذه النقله الانسانيه الحضريه التي يسعى الرئيس فيها لامن المواطن وكرامته، وبتكليف الشعبه الهندسيه بالمنطقه الشماليه العسكريه بالاسكندريه انشئ مشروع بشائر الخير. احنا هنا ده اساس تطوير العشوائيات، مشروع بشائر الخير. الارض دي كان 12.5 فدان، كانت مقلب زباله، دخلت المنطقه الشماليه مهدت الارض علشان يظهر المظهر الحضاري اللي موجود قدام حضرتك. كل ده متوفر للناس لان ده مشروع قومي بيتعمل بالناس وللناس. يتضمن المشروع ايضا مشاريع تجاريه ومستشفيات ومساجد وكنائس ومراكز حرفيه وتنمويه للنهوض بسكان تلك المنطقه، وتواصل الشعبه الهندسيه بالمنطقه الشماليه العسكريه استكمال بشائر الخير 3 و5 والتي تستهدف لتوفير 25824 وحده سكنيه كامله المرافق والتجهيز والاثاث. حضرتك المشروع خدمي تجاري ثقافي اجتماعي، جميع المرافق موجودة بيه إن شاء الله، بحيث إن احنا يعني الأسر اللي عايشة في العشوائيات طبعا يعني على الأقل إن هم يبقوا في حياة آمنة كريمة مطمئنين. حلم يتحول لحقيقة بجهود وسعي أبناء مصر بقيادتها وجيشها من أجل أن يحيا الإنسان المصري وأن تحيا مصر. سارة شلبي هنا العاصمة.